أنا مش موافق على الخطوبة دي. إيه؟ إلا بعد ما أقول كلمتين مهمين. أولاً مبروك لبنت الأمورة الحلوة الطعمة، ومبروك لسيف ابن التاني. الحقيقة ربنا اداني نعم كتير، أولهم انتي. بس للأسف الواحد من كتر ما اتعود على النعم بينسى وبيفوق لما بتضيع منه. وانتوا أغلى نعمة في حياتي، انتي وريم ومروان وماما نادية، وطبعا أصحابنا وحبايبنا اللي بينا وبينهم ذكريات وحب كبير. عايز أقولك إن بعد العمر ده كله اكتشفت إن أي علاقة بين اتنين علشان تعيش ما ينفعش طرف واحد بس هو اللي يعافر. أنا بحبك يا ياسمين.